تنضم إلينا من دبي محللة أسواق مالية في إكويتي جروب الأستاذة لينا قنوع للحديث عن تطورات العملات الأجنبية. أهلا وسهلا بك معنا أستاذة لينا. بداية، لاحظنا الارتفاعات الحاصلة في مؤشر الدولار وأيضا ارتفاع عوائد السندات بعد بعض التطمينات وأيضا بعض التسريبات من يعني الأعضاء في الفيدرالي الأمريكي حول إمكانية رفع أسعار الفائدة للمرة الثانية بوقت أبكر مما كان متوقعا. نعم، بالفعل مؤشر الدولار الأمريكي عم نشوف ارتفاع مقابل سلة من العملات الرئيسية، والأسباب الناتجة عن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والفروقات بين عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات وأيضا عوائد سندات الخزانة اليابانية عم تتسع هذه الفجوة تصب لصالح عوائد سندات الخزانة الأمريكية. وصلنا في الفجوة تقريبا، نحن نتحدث عن 223 نقطة. أيضا الفوارق بين عوائد السندات الأمريكية وعوائد السندات البريطانية وعوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات مع عوائد سندات الخزانة الألمانية، فهي في اتساع في الفجوة. عم نشوف ارتفاع لجميع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، واللي عم بيثير المخاوف أنه عم نشوف عوائد سندات الخزانة الأمريكية لخمس سنوات كمنحنى عائد وأعلى من عوائد السندات العشر سنوات. المفروض أنه دائما عوائد السندات طويلة الأجل تكون أعلى من العوائد السندات القصيرة الأجل. هذا يعني عم بيثير المخاوف أنه نشوف تباطؤ اقتصادي أو ركود اقتصادي، فلها سبب عم نشوف هذه الارتفاعات. طبعا هذه الارتفاعات بعوائد سندات الخزانة الأمريكية هي الأعلى منذ أبريل عام 2019. في توقعات أنه يكون رفع لأسعار الفائدة في كل اجتماع، نحن نتحدث عن 7 إلى 8 رفعات راح يكون هذا العام لكبح ارتفاع التضخم. التضخم وصل إلى مستويات قياسية هي الأعلى منذ أربعينات القرن الماضي، فبالتالي متوقع انه متوقع قوه ودفع لمؤشر الدولار الامريكي انه يرتفع، وخاصه لينا يعني فيما يتعلق بالتضخم هنا تحديدا. عندما نتحدث عن التضخم نتجه مباشرة إلى أسعار اليورو الذي يعاني من هذا التضخم، وأيضا يعني العديد من الضغوط في ظل التوترات الجيوسياسية والارتفاع الحاصل في يعني مؤشر الدولار وأسعار الدولار. كيف تصفين الضغوط على اليورو وهل من مهرب لديه؟ اليورو عم نشوف بعض الارتفاعات من يوم أمس، واليوم عم نشوفه وصل لمستويات 1.10. هناك توقعات من البنك المركزي الأوروبي أنه يكون في رفع لأسعار الفائدة، وتوقعات حسب وكالة بلومبرغ أنه يكون الرفع ب4 مرات. كانت توقعات السابقة أنه يتم رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي رفع واحدا. نحن عم نترقب مؤشر أسعار المستهلكين يوم الجمعة، متوقع أنه يظهر ارتفاع في مؤشر أسعار المستهلكين والأعلى مستويات على الإطلاق. نحن نتحدث عن 6.17%. نحن نتحدث حاليا عن التضخم بمنطقة اليورو 5.19%. عموما اليورو في اتجاه هابط، ونحن شفنا كيف تأثر بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية. عم نترقب محادثات السلام، الجولة الأولى من محادثات السلام بين ربما محادثات أو مفاوضات دبلوماسية بين أوكرانيا وروسيا، فهذا شوي عم يعطي بعض الدعم والتوقعات من البنك المركزي الأوروبي أنه رفع أسعار الفائدة. هلأ اتجاه البنوك المركزية حول توقعات رفع أسعار الفائدة، والاحتياطي الفدرالي الأمريكي هو المتصدر بعملية رفع أسعار الفائدة الأمريكية. نحن في بيانات اقتصادية مهمة رح تظهر اليوم عن ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية عن دوران العمل، وأيضا من البيانات الأخرى عن الوظائف الشاغرة. كل هاي رح تعطي فكرة من هذه البيانات أوضح حول توجه مؤشر الدولار الأمريكي وحول قوة الدولار الأمريكي، وخاصة نحن نترقب بيانات الوظائف الأمريكية الغير الزراعية، وهي رح يعطي دفعة للدولار الأمريكي نحو الارتفاع. بالتالي العملات المرتبطة بالدولار الأمريكي رح نشوفها تتراجع. فهل حاليا عم بيكتسب على القوة بسبب التوقعات انه يكون في رفع لاسعار الفائده، يعني لينا هذا الارتفاع البنك المركزي الاوروبي. نعم، هذا الارتفاع في اسعار الدولار تحديدا، كما نلاحظ ارتفاع اسعار الدولار مقابل الين الياباني، الوصول الى يعني تقريبا اعلى المستويات مقابل 6 سنوات تحديدا. يعني هل من قرارات مرتقبه من المركز الياباني فيما يتعلق باسعار الين؟
بالفعل نحن عم نشوف اليوم بعض الارتفاع، لكن بشكل عام الين الياباني تعرض لضغوط بشكل كبير، وهو بالفعل أدنى مستوياته منذ أغسطس آب من عام 2015، وهي هناك أسباب كثيرة كما ذكرنا في اتساع الفجوة بين عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات وعوائد سندات الخزانة اليابانية العام بتتسع إلى 223 نقطة، وعم بتصب لصالح عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، رغم أنه عم نشوف الارتفاع اليوم هو بسبب تحرك البنك المركزي الياباني للحد من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية. لهذا السبب عم نشوف بعض الارتفاعات، لكن عموما التضخم في اليابان يعد منخفض 0.9% إذا ما قارنته بالولايات المتحدة الأمريكية، في منطقة اليورو، في بريطانيا، بالتالي مستمر بسياسته التحفيزية. فسياسة البنك المركزي الياباني مستمرة حتى عام 2023، وبالتالي هذا عم يخلي انه الين الياباني في الاتجاه الهابط. وشفنا كيف انه الدولار المقابل الين احنا عم نتحدث عن وصل الى مستويات 125، فتوقعات الى ضغط في على الين الياباني. نعم، محللة اسواق مالية في إكويتي جروب الأستاذة لينا قنوع، كنت معنا من دبي، شكرا جزيلا. We'll be right back.